وهو بكل شيء عليم. وهذا يدلنا على أن الله عز وجل لا يغيب عنه شيء. وهذه وختم الآية بقوله وهو بكل شيء عليم، هذا من أعظم البلاغة، لأن الله سبحانه وتعالى يبين لعبده أنه يعني أن هذه الأسماء والصفات لها الكمال، لها الكمال وفيها الإحاطة بكل شيء، فليس يعني شيء إلا وهو يعلمه، لأنه سبحانه هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، يعني ليس شيء يكون ولا كان ولا سوف يكون إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى. فله العلم، له العلم الكامل، العلم المطلق، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهنا أنبه أن الله عز وجل لا يوصف بالمعرفة، لا يقال أن الله عارف، أن الله يعرف، وإنما يقال أن الله يعلم. وأذكر هذه الفائدة من شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى، يقول لماذا؟ لأن المعرفة يسبقها جهل، لأن المعرفة يسبقها جهل. فإذا قلت أنا عرفت هذا، يعني كأنك تقول كنت أجهله فعرفته، كنت أجهله فعرفته. والله سبحانه وتعالى صفاته أزلية بأزلية الذات، وهذا مر معنا، تذكرون ذكرنا أن الصفات لا حكم الذات، فكما أن له كما أن ذاته لا بداية لها ولا نهاية لها، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى لا بداية لها ولا نهاية لها. لماذا؟ لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات.